حتى من خلال الأنشطة الاقتصادية بتبقى الأسئلة عن المستقبل السياسي لمصر هي الأسئلة اللي بتسأل في جميع أنواع التجمعات والمؤتمرات. ده اللي حصل النهاردة في مؤتمر اليوروماني اللي كان بيتم افتتاحه من خلال عدد من الوزراء في الحكومة المصرية، واللي كان فيه حديث للمستشار الرئاسي الدكتور مصطفى حجازي اللي كان بيتكلم كمان على البرنامج السياسي المصري على الثلاث نقط، على الدستور، على مجلس الشعب، وعلى رئيس الجمهورية. تحت عنوان الأولويات الاقتصادية ودور أسواق رأس المال، بدأت اليوم فعاليات الدورة 19 لمؤتمر اليورو ماني الاقتصادي، حيث افتتح أعمالها الدكتور أحمد جلال وزير المالية نيابة عن الدكتور حازم الببلاوي، وذلك بمشاركة وزيري السياحة والاستثمار. ويهدف المؤتمر إلى إيجاد حلول لأزمات الاقتصاد المصري، وذلك في حضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب. سعداء بعودة اليورو ماني مرة أخرى، وإن شاء الله هنشوف المرحلة اللي جاية دي مؤتمرات كتير، وأنا بدعوكم من دلوقتي على مؤتمر يوم 4-5 ديسمبر الخاص بالاستثمارات الإماراتية والسعودية والكويتية. إن شاء الله هيبقى على مدار يومين، هيكون هناك عدد يتخطى 160 مستثمر. عندنا فرص استثمارية في الأيام القادمة في مشاريع عديدة، بنتكلم على موضوع الإنترنت فائق السرعة، بنتكلم على القارية التكنولوجية في المعادي، بنتكلم على مشاريع قومية كبيرة جدا في قطاعات مختلفة ستشهد إن شاء الله استثمارات تقدر ب 2-3 مليار في الفترة القادمة. ده رسالة قوية للعالم إن مصر مستقرة، إن مصر آمنة، إن مصر بتخطط لبكرة، بتخطط للاستثمار، وإن ما يتم نشر في وسائل الإعلام المضللة عن مصر فهو خاطئ، خاطئ تماما. يوجه هذا المؤتمر رسالة قوية للمستثمرين خاصة الأجانب، فهو يعيد بعضا من الثقة في الاقتصاد المصري في ظل بعض الإجراءات العملية التي تتخذها الحكومة لحل مشاكلها التي تفاقمت بشكل ملحوظ، فالدين العام بلغ 1.8 تريليون جنيه، وضعف نمو الناتج المحلي بواقع 2.2%، وعجز الموازنة الذي يتراوح ما بين 200 إلى 240 مليار جنيه. أحمد مصلحي، الحياة اليوم.